بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي تلاميذ وتلميذات رابعة ابتدائي. معانا إن شاء الله ناخد تيست يور سيلف. معكم مستر أحمد عبد الستار من قناة السبورة. اختبر نفسك على الوحدة الثالثة. السؤال الأول دايما بيبقى listening. listen and circle the correct answer from A B C or D. السؤال الأول بيبقى سؤال استماع. طبعا الاستماع اللي معانا على نبات البردي اللي هو بابايروس. Papyrus is a special note. Papyrus is a special plant. نبات ولا ميتال معدن. بروسيس عملية ولا شجرة تري. طبعا نبات البردي is a special plant. Number two. Ancient Egyptians القدماء المصريون used نقط to make paper. استخدموا صندلز الصنادل ولا baskets السلال ولا papyrus نبات البردي ولا seeds البذور. استخدموا papyrus to make paper. Number three. Papyrus needs a lot of water and warm weather to grow. نبات البرد عموما محتاج a lot of water. الكثير من الماء. Number five, for number four, papyrus نبات البردي grows in the Nile Delta near the river. بالقرب من نهر النيل. Near the river. السؤال الثاني. Choose the correct answer from A, B, C or D. The plant, النبات, needs water بيحتاج للماء soil التربة and not to grow. هل يحتاج fire النار ولا salt الملح ولا sunlight ضوء الشمس ولا sugar السكر. طبعا النبات هيحتاج sunlight ضوء الشمس. Number two. When the seed germinates لما البذرة تنمو it grows roots طبعا بتطلع جذور under the ايه الجذر يبقى موجود under the ايه the soil تحت التربة ولا شوط النبتة ولا leaves الأوراق ولا fruits الفاكهة أو الثمرة. لا بتبقى موجودة under the soil. السؤال الثالث. Farmers الفلاحون أو المزارعون work in the نقط habitat. الفلاح أو المزارع بيعمل في desert habitat ولا agricultural habitat ولا lakes البحيرات ولا rivers الأنهار. طبعا فلاح أو المزارع بيشتغل بيعمل in agricultural habitat للبيئة الزراعية. Number four. Tomatoes have not inside. الطماطم بداخلها seeds بذور beans فول roots جذور flowers زهور. طبعا الطماطم بداخلها seeds البذور. السؤال اللي بعده. Read and complete the text with the words in the box. اقرأ واكمل القطعة من الصندوق. الصندوق معنا germination الانبات flowers زهور seeds بذور roots اللي هي الجذور plant نبات. Tomatoes have seeds inside. الطماطم بداخلها بذور. We can take the seeds and grow new tomatoes. نستطيع أن نأخذ البذور ونزرع new tomatoes طماطم جديدة. يبقى number one seeds. نكتب هنا seeds. We can take the seeds نأخذ البذرة ونزرع أي طماطم جديدة. We plant a seed and the plant grows. بنزرع البذرة. يبقى هنا plant number two. ونكتب هنا plant. We plant a seed. بنزرع البذرة and the plant grows. This is called germination. العملية اللي بتسميها germination اللي هو الانبات. ونكتب هنا germination. عملية الايه؟ الانبات. germination. germination. We water the plant بنروي النبات every day and the nut grow under the soil اللي بينمو under the soil طبعا الجذور اللي number four roots تنمو under the soil. Read the text and answer the questions. اقرأ القطعة واجب على الأسئلة. My name is أحمد. I am in grade four في سنة رابعة. At school, our teacher told us how to grow grapes. علمنا معلمنا كيف نزرع العنب. First, أولا, you plant the grape seed in the soil and water them every day. هنزرع بذرة العنب في التربة and water them ونرويها every day كل يوم. The plant, طبعا النبات, needs the water and sunlight to grow. بيحتاج المية وضوء الشمس لينمو. After that, بعد ذلك, the seeds grow roots. Under the soil. البذور بتنتج أو بتنمو جذور under the soil تحت التربة. Then بعد ذلك the shoot grows. Shoot اللي هي النبتة بتنمو above the soil فوق التربة. Finally نهاية
The plant grows flowers. بيطلع أزهار. And the flowers والأزهار ديت become grapes. هي اللي بتصبح العنب. My grapes are very delicious. العنب بتاعي لذيذ الطعم. هنا choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة from A, B, C or D. The general idea. الفكرة الرئيسية أو the text للقطعة about growing نقط. بنزرع إيه؟ طبعا كل سؤال بنجيب إجابته من القطعة. إجابة السؤال ده إن إحنا بنزرع grape. grow grapes. العنب. يبقى هنا grow إيه؟ grapes. يبقى number one جبناها من القطعة هنا. السؤال الثاني. The underlined word delicious. delicious معناها إيه؟ هو قال لي my grapes are very delicious. العنب أصلا طعمه tasty لذيذ الطعم ولا awful فظيع ولا bad سيء ولا ugly قبيح. طبعا العنب معروف إن هو tasty. السؤال الثالث. What does the plant need to grow? النبات بيحتاج إيه عشان ينمو؟ طبعا the plant needs the water and sunlight. نجيبها من القطعة؟ نجيبها من القطعة. جبت السؤال رقم 3 أهو. Plants need water and sunlight to grow. ودي جبت السؤال رقم 3 number 3 ونكتب هنا water and sunlight. water الماء and sunlight وضوء الايه الشمس. يبقى النبات بيحتاج water and sunlight. طب what do السؤال الرابع what do the flowers become flowers الزهور هتبقى ايه become grapes. طبعا become grapes اكتب grapes انت grapes become grapes. وطبعا اجابة السؤال ده موجودة في القطعة. نجيبها من القطعة the flowers become grapes. دي اجابة السؤال رقم 4. واحنا عندي كل سؤال اجابته موجوده في القطعه دي نمبر 1 نمبر 2 طبعا ديت اللي فهمك للقطعه نمبر 3 موجوده في القطعه نمبر 4 السؤال رقم 4. السؤال اللي بعده بيقول لي ريد اقرا اند رايت ذا كوركت فورم اوف ذا وورد بتوين براكتس. نادين از نوت جيرل ان هير كلاس. هي اطول بنوته في الفصل. طالما ذا يبقى بنحط للصفه اي اس تي. يبقى هنا طول نكتب طول ونزود لها اي اس تي عشان تبقى الاطول. يبقى اسمها comparatives. السؤال اللي بعده grandpa الجد is not in our family. هو الاكبر سنا. يبقى oldest نكتب old كبير السن old ونزود لها اي اس تي. السؤال الثالث نادية has the most beautiful voice ever. هي أحلى صوت. طبعا ذا ما بتاخدش مور the most الأحلى أو الأجمل the most beautiful الأجمل. السؤال الرابع the elephant is the bigger land animal. طبعا هو الذا ويقارن بين الفيل وجميع الحيوانات. يبقى the biggest نكتب big وضاعف حرف جي عشان قبلها حرف اي ساكن وحط اي اس تي. يبقى ذا بيجست لاند انيمال. السؤال السادس بنكتب ذا فولوينج حرف دبليو كابيتال لتر دبليو كبيره ويتش طبعا سؤال ويتش بلانت از ذا تولست في اخر الجمله طبعا كوشن مارك عشان دي سؤال. يبقى اولها دبليو كابيتال وفي اخر الجمله كوشن مارك. السؤال اللي بعده سؤال باراجراف على بابيروس. Write a paragraph of 18 words 18 كلمة using the following guiding elements. Papyrus طبعا البابيروس أصلا كلامه معروف. هو بيقول لي why is papyrus is famous plant. طبعا papyrus is famous because ancient Egyptians used papyrus to use مثلا paper كما على السطر sandals and the baskets والسلال. What does it need to grow? طبعا البابيروس need a lot of water and warm weather to grow. تعال نشوف الباراجراف اللي احنا كاتبينه. Papyrus ورق البردي 6.5 سنتي. قلنا papyrus is a special plant نبات مميز. Ancient Egyptians used the papyrus to make paper
لصناعة الورق. It needs a lot of water. بيحتاج الكثير من الماء. And warm weather to grow quickly. والطقس الدافئ لينمو بسرعة. It grows in بينمو في the Nile Delta. بينمو في نايل دلتا في دلتا نهر النيل. Near the river بجوار النهر. ده طبعا الكلام عن بابيروس. نبدأ نشوف أسئلة الأزهر. الأزهر كورنر اللي هو الجزء المخصص للأزهر الوحدة الثالثة. هنا بيقول لك read and complete the dialogue. اقرأ وأكمل الديالوج. جاب لي ليفي عيش فارم مزرعة. نويز ضوضاء سيتي مدينة. أمنية بتقول إيه؟ أمنية بتقول do you like living in the نقط؟ قال لها no I don't like the نقط and the polluted air. طالما polluted air وحاجة مش كويسة يبقى أكيد سيتي. Where would you like to live؟ أين تحب أن تعيش؟ قالت I'd like to live on a farm with my grandparents. نبدأ نحل. Do you like living in the city؟ يبقى هنا number one city. تحب تعيش في المدينة؟ قالت لها طبعا no. لا مش عايز أعيش في المدينة. I don't like the noisy and the polluted air. ما بحبش noise. هنا noise. لا أحب الضوضاء. يبقى له نكتب noise and the polluted air. ومن قالت لها where would you like to live؟ أين تحب أن تعيشي؟ تحب تعيشي فين؟ قالت لها I'd like to live on a farm مزرعة with my grandparents. farm. السؤال اللي بعده choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. we need بنحتاج ايه to grow a new plant. هنحتاج seeds بذور ولا بوكس كتب ولا فروتس. هنحتاج طبعا seeds البذور to grow a new plant. السؤال الثاني plants that live in the habitat don't need a lot of water. don't need لا تحتاج. نباتات don't need a lot of water لا تحتاج الكثير من الماء. تبقى ديت desert habitat. السؤال الثالث we not the plant every day. بنعمل ايه؟ بنقرأها ولا go يذهب ولا water يسقي. طبعا بنسقي plant every day. السؤال الرابع my city is the not place, in the, place to live in. طالما عندي ذا نحط له صفة ايه؟ city. the nicest. السؤال الخامس the flower is the most colorful part of the plant. the يبقى the most. هنا the most colorful. reorder the words to make correct sentences. هنرتب الجمل. هنقول the ايه اللي هو above the soil. طبعا the short اللي هي النبتة. نبتة النبات. grows بتنمو. above فوق. the soil فوق الايه؟ التربة. above the soil. يبقى the short grows above the soil. number two هنبدأ ببابيروس. papyrus نبات البردي. papyrus is a very special is a very special plant. نبات مميز جدا. number two هنقول زي هم they made صنعهم الصنادل sandals from نبات البردي اللي هو بابيروس. السؤال الرابع هنبدأ ب it. it grows بتنمو. it grows أو بيزرعوا أو بيزرع. it grows in the Nile Delta. in the Nile Delta في دلتا نهر النيل. near the river بالقرب من النهر. near the river بالقرب من نهر النيل. طبعا الجملة دي معروفة أصلا في البابيروس.
اللي هو it grows، يعني المفروض يقول the papyrus grows، the papyrus grows in the Nile Delta، في دلتا نهر النيل، near the ايه؟ near the river، بجوار النهر. السؤال اللي بعده هنبدأ بزي، يبقى زي هم planted، زرعهم planted millions، الملايين من millions of seeds، الملايين من الايه؟ البذور. كده احنا خلصنا الوحدة التالتة. الصف الرابع الابتدائي كتاب جيم بأسئلة الإخوان الأزهر. إن شاء الله في الفيديو القادم نبدأ الوحدة الرابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.